شدد الموسيقار هاني شنودة على ضرورة الحفاظ على الأغنية المصرية والارتقاء بها. طلب شنودة بقيام وزارة الثقافة بإنتاج الأغاني لرفع الذوق العام. أنا رأيي إن علشان تطرد العملة الرديئة من السوق يبقى في عملة جيدة. عايزين وزارة الثقافة تنتج الأغنية أو وزارة الإعلام، هي الإعلام خدوا الأغنية من الثقافة، عايزين نرجعها للثقافة لأنها هي ده الأب الشرعي للأغنية، والموسيقى التصويرية. اثنين، عايزين نوجه بقى للسيدة نيفين لوزيرة الثقافة، نقول لها اعملي مرة كل شهر كل الموسيقات التصويرية بتاع الناس النابهة قوي، هتلاقي جمهور وهتلاقي ان انت هتتعمل مرتين في الشهر ثم ثلاثة ثم كل أسبوع ثم يوم أو يوم لا، لأن اللي بيسمع موسيقى بيطلع هادي، وحتى وهو سايق وهو رايح البيت بيبقى هادي، وهو فإحنا بندور على مجتمع هادي ومجتمع محب لبعضه ومخلص، مش هيحصل إلا بالموسيقى البحتة.